انهيار صخرة كبيرة من جبل المقطم، وجاري البحث عن سبب هذا الانهيار. ها، لقيتوا دموع؟ الحمد لله لقيناها. هي ازاي لسه عايشة بعد ما وقعت من المقطم؟ لا، ما دموع اختي دي عاملة زي كاوتش التريلا، فضلت تتنطق على جبل المقطم لحد ما دغدغيته كله. بس هي مرهقة من الوقعة شوية يعني، بس تمام. أنا زبطت مع الرجالة هيجوا الفجر يحملوها في التريلات، وهنروح إن شاء الله نصور بقية الفيلم. دلع نجوم بقى يا ست. بس يا جماعة والله أنا قلقان جدا من موضوع الفيلم ده. مين عاقل هيخش فيلم بطولة دموع وبطولتي؟ أنا بصراحة شفت الحاجات اللي إحنا صورناها والحاجات يعني مش قد كده، بس أنا عندي فكرة جامدة. طب ما تقولي يا تكتك. الفيلم ده عشان ينجح لازم نعمله دعاية كويسة قوي، ووش دموع لازم يكون معروف، وشها بس مش حاجة تانية، فالناس تشوفها وتكون عاوزة تشوفها. بس لقيتها. احنا نطبع وشها على كروت، ونخلي العيال يوزعوها في اشارات المرور وهي واقفة زي العيال اللي بيوزعوا كروت حضرة موت وكده يعني. مش قصدي كده، انا قصدي ان احنا نخليها ترند. ترند؟ ماشي، سهل، بس هتحتاج كميات قماش رهيبة. ترنج ايه؟ انا قصدي انها تتشاف، تبقى مشهوره، تطلع مثلا في برامج زي منى الشاذلي، سعاد يونس، او تعمل اعلان عن منتج. ايوه صح، هو اعلان. الاعلان بيتعاد كتير فوشها هيتعرف. بس دي نعمل لها اعلان عن ايه؟ فكر في حاجه شيك. حاجه شيك؟ نعمل لها اعلان عن شاليهات مثلا في الساحل الشمالي. تخيلوا معايا كده، دموع خارجه من باب الشاليه وبتتمشى لحد ما بنشوفها واقفة بالمايو على البحر. ايوه صح، الدموع مش هينفع تلبس مايو. لا، هي دموع اصلا مش هينفع تعدي من باب الشاليه. على فكرة انتوا بتفكروا غلط، البت دي محتاجة تعمل اعلانات الناس تتعاطف معاها كده وتحبها. يا جماعة انا مش قصدي كده، انا قصدي نعملها اعلان راقي، اعلان زي بتاع الشوكولاتة بتاع نيلي كريم، او المجوهرات بتاع نانسي، حاجة شيك كده. هي التي دائماً تعطيني إحساساً بأنوثتي، هي التي تشعرني بالجمال والأناقة، وتدخلني في عالم من الخيال. دائماً تكسبني ثقة بنفسي. إنها سمنة حلاوتها. من حلاوتها هشربها من علبتها. يا نهار اسود، دي مصيبة. في ايه يا ابني؟ الاعلان عامل 3 فيو بس. انا نفسي اقابل التلاتة دول اعرف دول مين. ايوه ده انا. انت اللي اتفرجت على الفيديو 3 مرات؟ لا، انا اتفرجت مرة واحدة بس، النت كان عمال بيعلق فقعدت اعمل ريفرش. وانت ما اتفرجتيش على الاعلان بتاعك؟ انت ايه الجهل ده؟ هتفرج على حاجه انا صورتها؟ ما انا مصوره اعلان يا ابني. يا بيه براحتك، انت لو اتفرجتي على الاعلان مره واحده بس هيكسر المليون مشاهده. ده الحمد لله ان محدش شافه، دول لو كانوا شافوه كانوا حدفوها بالطوب في الشارع. صح، انت عندك حق.